خليني هنا اخد على التليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. اهلا 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 يا سيادة الفريق. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ ايفر اي توب دي زي ما انا كنت بقول دي واحدة من مجموعة اي 24 مش كده؟ تمام. العشرة دي كده السفينة رقم 10 اللي تعدي من عندنا في قناة السويس، كلهم من احدث السفن الموجودة في الحاويات، واول عبور ليهم بيبقى في عبور قناة السويس. الله اكبر الله اكبر، يعني العشرة بتوع اي 24 عدوا من عندنا. عبد الحمد لله بخير وسلامة. هو ما كانوش عدوا، ما كانش ليه هتعدي. لا لا لا، كل حاجة تعدي عندنا يعني، ما كانش هيتشجعوا ان هم يخلوا العشرة يمروا يعني. طب دي حاجة رائعة جدا. حجم السفينة دي يا فندم قدام الخطوط الملاحية الدولية وعبورها عندنا بيساوي ايه؟ هي طبعا تعتبر من اكبر السفن واضخمها يعني، بحيث الاطوال كانت 400 متر، العرض 60 متر او 61 متر، والغطس 16 و30 سم، ده برضه غطس كبير يعني، بنتكلم على غطس تحت المية يعني حوالي مثلا نقول ايه، خمس ادوار عمارة، خمس ادوار تحت المية، 16 متر تحت المية. حمولتها 224 طن وبتستوعب حوالي 24,000 حاويه. طبعا تعتبر من السفن المجموعات الضخمه اللي بتعبر قناه السويس. من السفن اللي كانت بتعبر قبل كده على فكره بالاحجام دي يعني. ما كانش ينفع الاحجام دي تعدي من عندنا قبل كده. طبعا لولا قناه السويس الجديده والتعميق اللي اتعمل والعرض اللي بقى موجود وبقى في قناتين، كل ده ما كانش هيسمح بعبور احجام هذه السفن في قناه السويس. طيب سيادة الفريق، حضرتك وفريق العمل كله داخل الهيئة عودتونا على الأرقام القياسية، يعني احنا خلاص بقينا عارفين قناة السويس يعني رقم قياسي في عدد السفن، رقم قياسي في إجمالي الإيرادات، رقم قياسي في صافي الحمولات، كل حاجة. طمنا على الأرقام، يعني احنا ماشيين لسه في نفس الخط بتاع ضرب الأرقام القياسية، أصبحنا مستمرين في منافسة أنفسنا؟ والله الحمد لله. يعني شهر نوفمبر اللي هو اللي فات ده على طول هم من 4 أيام او 5 أيام احنا محققين عبور عدد سفن 2171 سفينه في الشهر ده، بزياده 16% عن المقابل ليه في السنه السابقه. يعني 16% زياده عن نوفمبر 21. تمام يا فندم. والحموله 125 مليون طن بزياده 10% عن السنه السابقه. الله اكبر. والعائدات 708 مليون دولار بزياده 23%، ده رقم برضه يعتبر كبير يعني. بالدولار. دولار طبعا 708 مليون دولار بزياده 23%. انا بقول كمان ان انا برضو بقول خبر كويس ان شاء الله، احنا كنا محققين السنه اللي فاتت لو تفتكر حضرتك في السنه الماليه 7 مليار دولار. مظبوط. ان شاء الله احنا في السنه الماليه دي يعني ديسمبر ده، اخر ديسمبر ده التوقع بتاعنا يبقى 7 مليار و800 مليون دولار ان شاء الله. الله يعني 7-8 اكبر. فدي برضو من الاخبار اللي هي الواحد يحب يقولها يعني على القناه عندك، ان احنا ان شاء الله اخر السنه دي هنكون محققين 7 مليار و800 مليون دولار ان شاء الله. وربنا يوعدنا ال200 اللي فاضلين دول يجوا برضه، فنبقى قفلنا مليار على بعضه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب سياده الفريق، يعني شخصي الضعيف المتواضع يتساءل، هل في اي سفينه في العالم لسه ما ينفعش تعدي في قناه السويس، ولا احنا بكل اللي احنا بنعمله ده باذن الله كله يفوت ويعدي على خير؟ شوف يا استاذ يوسف، احنا 94% من سفن العالم كله تعبر في قناه السويس. 94%. وال6% دول احنا البديل الاول بتاعهم يعني، مش احنا اللي يمر عندنا، فهي محسوبه على كده يعني. لما اتعمل حتى قناه السويس الجديده بطول 72 كيلومتر اتعملت على حساب كده ان احنا نبقى نغطي كل السفن اللي احنا البديل الاول بتاعها. حتى احنا كسبنا يمكن السنه في كورونا بتاع بدائل اخرى ما كانتش احنا البديل الاول بتاعها زي الساحل الشرقي الامريكي، لكن احنا بنحقق حوالي في حدود ال 94-95% من سفن العالم كلها تعبر في قناه السويس. يعني عمليا احنا محققين 100% من المستهدف. من المستهدف. تمام يا فندم. تمام كده. اللي احنا عايزينه عملناه. تمام يا فندم. الحمد لله. والله يا سياده الفريق الواحد مش عارف يشكركم ازاي، نشكر حضرتك ونشكر كل رجال الهيئه في شخصكم الكريم، ربنا يوفقكم يا رب، وان شاء الله ال 200 اللي فاضلين هيكملوا ونقفل مليار على بعض زياده. ان شاء الله هطلع معاك التلفزيون اقول لك ان احنا حققنا اللي انت قلت عليه. يا ريت تنورنا في الاستوديو يا سياده الفريق، او نيجي لسيادتك على الهيئه. والله اهلا بيك يا فندم. احنا نحب نيجي يعني نتشرف ونتبارك يعني حقيقي، لانه نقلات السويس يصلها بركه لكل المصريين بصراحه يعني. اهلا اهلا بيك. اشكرك. أيوة. اشكرك الف شكر سياده الفريق، كل الشكر لحضرتك سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. اصل انا ليا تاريخ مع القناه دي. والله العظيم.